السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أحييكم في هذا اللقاء الخاص والاستثنائي والذي يأتي بالتزامن مع الذكرى 39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. اللقاء الحصري مع عميد الدبلوماسية اليمنية الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية الأسبق الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام. مرحبا بك دكتور. وعليكم السلام، وسعيد جدا بهذا اللقاء. دكتور، تأتي الذكرى 39 لقيام المؤتمر الشعبي العام، لعل كانت هنالك محطة تاريخية التف حولها كل اليمنيين، هل كانت ضرورة ملحة أم هي كانت قناعة من كل القوى السياسية في 24 من أغسطس في 82؟ بكل تأكيد كانت ضرورة ملحة في ذلك الوقت، لأنه كما تذكر كان هناك حرب أهلية في المناطق الوسطى، وكانت تحتاج لمن يضع نهاية لتلك الحرب التي استمرت لسنوات بدعم خارجي في ذلك الوقت، كما نعاني اليوم من الحرب في اليمن. وكانت الفكرة في ذلك الوقت التي تبناها الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح أن يبدأ حوار وطني بين كافة القوى السياسية بمختلف أطيافها وممثلة لكل الطوائف ولكل المناطق ليصلوا إلى كلمة سواء من تبلورت في النهاية في الميثاق الوطني، ووضعت حد ليس فقط للحرب في المناطق الوسطى وإنما لبناء شراكة وطنية حقيقية، لأن الحكومات التي تشكلت منذ إقرار الميثاق الوطني في استفتاء عام، وهذه أيضا تميز لفكر المؤتمر الشعبي العام، أنه لم يكن مجرد فكر وضعته مجموعة من النخب السياسية، وإنما إن استفتى عليها الشعب وقبل به الشعب. وكان هذه أيضا من الميزات. الميزة الأخرى في هذا الميثاق الوطني أنه بني على الحقيقة على مجموعة من الحقائق، خمس حقائق يجب أن نستذكرها اليوم. أولها أن الحقيقة الأولى أن اليمن لا تنعم بالتنمية وبناء الحضارة إلا في ظل الاستقرار وليس في ظل الصراعات والحروب. النقطة الثانية طبعا هي أن الإسلام كان دائما في كل الأزمات التي تمر بها اليمن هو الذي يوحد اليمنيين، وبالتالي لا نزاع على عقيدة الشعب اليمني. والنقطة الثالثة طبعا والمهمة أيضا أنه لا يمكن في ظل الصراعات والعنف بناء وطن. مجموعة من حقيقتين أخريين اللي تتعلق بالديمقراطية والحريات، وحقيقة أن الاستغلال لا يقبل به الشعب من أي طرف كان. هذه المبادئ التي تبلورت بعدها أفكار وفكر المؤتمر الشعبي العام، وأعتقد اليوم كم أتمنى لو الناس يعيدوا قراءة الميثاق الوطني. طيب يا دكتور، هذه الوثيقة التي قلت صاغتها نخب الوطنية والثقافية والمرجعيات الدينية والقبلية، هل كانت أيضا الوثيقة نفسها ولدت القناعة أم الوضع الذي كان يعيشه البلد أم القائد الذي استطاع أن يجمع كل هذه النخب تحت هذه الوثيقة؟ بكل تأكيد كل العناصر الثلاثة. لا يمكن للقائد أن يحقق شيء لوحده إلا إذا وجد الاستجابة من الأطراف الأخرى التي يريدها أن تلتف حول الفكرة، ولقبول الشعب أيضا بالنتائج هذا الحوار الذي بدأته النخب. فالنجاح كان أن أعتقد أن الجميع في ذلك الوقت كانوا مقتنعين أنه يجب أن تكون هناك نهاية للعنف وللصراع وللحرب في المناطق الوسطى. المحطات التاريخية التي مر بها المؤتمر الشعبي العام، هل يعني على المستوى النهضوي، على المستوى الحرية الديمقراطية، أين يقف اليوم المؤتمر منها بعد 39 عاما؟ أعتقد أن الميثاق الوطني وما نشأ بعده كما أشرت من قيام حكومات تمثل ائتلافات في حقيقة الأمر، لأنه كان يمثل فيها الطيف السياسي كامل وليس من هم اليوم منتمين للمؤتمر الشعبي العام. هذه مكنت من تحقيق النهضة التنموية في اليمن، والنهضة التنموية الحديث عنها يحتاج إلى وقت طويل جدا، سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو في مجال الاستثمارات واستخراج النفط والبناء سد مأرب وغيرها من الإنجازات الكبيرة التي لا ينكرها إلا كما كان يقول الزعيم من يلبس النظارة السوداء التي لا يرى الحقيقة من خلالها. وهذه الأجواء هي التي هيأت بعد ذلك لمواجهة الكثير من التحديات،
والذي وضعت حتى بعد الوحدة عندما خرجت الكثير من القوى السياسية من مظلة المؤتمر الشعبي العام، أن المؤتمر الشعبي استطاع أن يستمر وأن يحقق الإنجازات من دون تلك القوى. ما هي دكتور الأهداف التي يجب أن يظل المؤتمر الشعبي العام محافظ عليها ويعتز بها ويفخر بها في كل ذكرى تحل، يعني تميز به المؤتمر الشعبي العام عن بقية الأحزاب والقوى السياسية الأخرى؟ أولها طبعا يجب التمسك بمبادئ الثورة الستة. يجب أن تكون هذه عصب أي فكر للمؤتمر الشعبي العام، وهو مؤكد الميثاق الوطني. القضايا الأخرى طبعا قيادة سيادة اليمن، هذه من الثوابت التي لا يمكن أن يفرط فيها أي وطني أي يمني. النقطة الثالثة طبعا نظام الدولة، وكيف يبنى نظام الدولة، وسيادة اليمن مع الوحدة هما العنصران الرئيسيان من أجل هذه النقاط. نحن في حاجة اليوم الحقيقة لأن تكون هذه الثوابت ظاهرة في أذهان المؤتمرين في المقدمة، وأن يكونوا هذا ما نشدد عليه في كل المواقف التي نقفها الآن في ظل الحرب المستعرة وفي ظل الدمار التي يحدث لليمن. إذا معرقنا دكتور إلى العام 2011، هل كان المؤتمر الشعبي العام صائبا أم كان مخطئا حينما سلم السلطة وحقن الدم اليمني مقارنة بالذي شهده اليوم اليمن؟ البعض ما زال يحمل تبعات المؤتمر الشعبي العام وأنه هو كان السبب، وأنه هذا من باب هذه من باب العزة بالإثم. يعني أنا أعتقد الذي ينكرون أن المؤتمر الشعبي العام في 2011 وهو يمتلك القوة أن يسلم السلطة ويعتبروا أن هذا ضعف هم مخطئون. المؤتمر الشعبي العام في ذلك الوقت ومن خلال المبادرة الخارجية التي هو تبناها وصاغها وحقق في النهاية المبادرة الآلية التنفيذية لها أسهاما من المؤتمر الشعبي العام، لأنه لو أراد أن يفشلها كان عقد عملية صياغة الآلية التنفيذية للمبادرة الشعبية. ولكن كنا دائما نقدم التنازلات لأننا كنا أولا حريصين على الدم اليمني، حريصين على أن الحروب والصراعات ستؤدي إلى تمزق اليمن وهو ما حدث اليوم. للأسف الشديد أنه اليوم التالي بعد توقيع المبادرة الخليجية جاء من يخرب تلك المبادرة ويخرج عن نصوصها. طيب دكتور، هل كنتم في المؤتمر الشعبي العام تدركون أنه البلد ستنهار أو ستصل إلى هذا المستوى من الصراع وتفتيت النسيج الاجتماعي والحرب القائمة الآن؟ لا أعتقد أنه في أي مؤتمر كان يتخيل أن النخبة السياسية ستوصل اليمن إلى ما وصلت إليه. التخوف اليوم لماذا من المؤتمر الشعبي العام رغم أنه لم يقصي أحد، كان يعني مظلة للجميع وكل الأحزاب خرجت بعد ذلك كما قلت من عباءته وأسست لها أحزاب ولم يكن عابرا للحدود، بل هو ولد من رحم الوطن، لا يؤمن يعني يؤمن بحرية الرأي والتعبير والوسطية والعدالة. ليش التخوف سواء من المجتمع الدولي أو من هذه القوى السياسية التي تربت وترعرعت في إطار المؤتمر الشعبي العام وحكمت حتى بعد؟ أعتقد أن التخوف الرئيسي من المؤتمر الشعبي العام هو نتيجة أولا وسطيته في الفكر، أنه يرفض التطرف. النقطة الثانية التي تخيف الآخرين من المؤتمر الشعبي العام طبعا هي شعبيته بين اليمنيين. شعبية اليمن المؤتمر بين اليمنيين ليست نتيجة أنه كان في السلطة، لأن ما أثبتت العشر السنوات الأخيرة بعد تسليمه للسلطة أن الالتفاف العظيم للشعب اليمني حول المؤتمر الشعبي العام، لأنه كان يرى فيها الحزب أو التنظيم السياسي الذي قاد البلد، الذي حقق الازدهار، الذي كان دائما ينطلق في خلافاته مع الآخرين لحلها بالحوار وليس بالعنف، وكان دائما يقود مسيرة التصالح مع الآخرين. هذا يخيف الآخرين الذين يؤمنون بالميليشيات وبالعنف وبالقوة. طيب دكتور، على المستوى الخاص إن سألتك لماذا أحيانا تغريدات الدكتور أبو القربي تثير ضجة إعلامية سواء على المستوى المجتمع الدولي أو آخر تغريدة تقريبا التي كانت فيما يتعلق في نقل السلطة في اليمن؟ هل هذه المبادرة مطروحة؟ هل في تحركات؟ أم كانت اجتهاد شخصي منكم؟ أم هو مشروع الآن مطروح ليه؟ أنا تغريدتي تلك هي مكونة من جزئين. الجزء الأول هو خبري، يعني معلومة أن هناك الآن حديث أو محاولات لحل الأزمة في اليمن من خلال نقل السلطة كما تم في مرحلة الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله. وهذه يجب أن لا تشكل مشكلة، لأنه بكل تأكيد أن أحد مشاكل الأزمة الآن هو قضية السلطة.
فهذا كان الموضوع. فقط أنقل أن ماذا يدور في بين في الكواليس الآن. والنقطة الثانية أننا دعوت المؤتمر لأن يكون له دور في الإسهام في أن يكون نقل السلطة بطريقة سليمة وصحيحة حتى لا نكرر الأخطاء. لأن نقل السلطة عندما كنا نحن مصرين في 2011 على أن يتم وفقا للدستور هو على أمل أن نحن نحمي نقل السلطة من المغامرات السياسية التي حدثت بعد ذلك. طيب دكتور، هل الآن ولو قاطعتك يعني وأما لماذا تؤدي إلى حساسية؟ فربما دائما الحساسية هي تأتي عندما تلامس الحقيقة الأخبار. طيب دكتور، هل وجدت أنه في تجاوب الأمن المجتمع الدولي لإغلاق الملف اليمني أو القضية اليمنية أو البحث عن حل خصوصا مع التغييرات الدولية؟ المجتمع الدولي إجمالا يريد أن نهاية للحرب، وحتى التحالف أنا أعتقد أنه الآن عنده، لكن الحسابات طبعا والأجندات الخاصة سواء من التحالف أو من المجتمع الدولي لازالت تعقد الرسم الصيغة النهائية للحل السياسي في اليمن. تعتقد هنالك مشروع مطروح ممكن أن تفصح عنه دكتور؟ اللي لا لا، بكل تأكيد هناك مشروع الآن يتداول، لكن ما عندي تفاصيله لكي أقول لك أعطيك مزيد من التفاصيل، ولو عرفتها أيضا لن أذيعها في هذه المرحلة. طيب دكتور، ما هو المؤتمر الشعبي العام؟ الكثير يتساءل هل فعلا هو مشارك في حكومة هادي أو في الحكومات؟ هل لديه تأثير الآن ممكن يكون في الساحة اليمنية في المجتمع الدولي؟ في إطار السلطة ليس له تأثير. لماذا؟ للأسف الشديد. وهو يمتلك مجلس النواب وهو يعني الامتلاك الحقيقي هو عندما تكون الشرعية متماسكة في كامل أجهزتها وليست بأجزاء منها. الشرعية الآن للأسف الشديد غير متماسكة، وهذا الذي يخلق كثير من الإشكالات، بعضها ربما نتيجة الشرعية نفسها وبعضها ربما لأن هناك تدخلات خارجية في الشرعية. وهذا التحدي الذي نواجهه الآن كيمنيين، نحن كيف أننا كيمنيين نستطيع الحقيقة أن نصل إلى رؤية حقيقية لحل يمني للأزمة في اليمن. حتى الآن المبادرات الكثيرة التي تطرح للأسف الشديد والجماعات التي تدعي أن لديها رؤية للحلول كلها تنطلق دون تفكير حقيقي في كيف يجب أن تسير اليمن من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، وهو بناء الدولة اليمنية التي نحافظ فيها على سيادتها، نحافظ فيها على وحدتها، نحافظ فيها على قيم العدالة والمواطنة المتساوية في اليمن. طيب دكتور، هناك يعني أخبار تتداول أنه من ضمن المطروح أو الذي يدعو للنقاش في الأيام القادمة تشكيل مجلس رئاسي حتى برئاسة هادي بمشاركة كل القوى السياسية. البعض يقول أنه وقف الحرب بإشراف دولي والدعوة لانتخابات نيابية ورئاسية مبكرة والشعب يختار من مثله. البعض يقول تشكيل مجلس عسكري. أيا من هذه الحلول التي ترى الأقرب لحلحلة الوضع؟ هو هل بإمكان المجتمع الدولي أولا أن يوقف الحرب بقرار من مجلس الأمن مثلا؟ أنا أستبعد ذلك، أنه قرار ممكن أن يصدر لكن تطبيقه عملية مختلفة تماما. ولهذا وقف الحرب يجب أن ينطلق من هل هناك محاولات لفرض حلول من خلال وقف الحرب على طرف من الأطراف أم لا. أولا يجب أن تضمن أن الأطراف السياسية الآن التي هي في الصراع المسلح كيف تحيدها في عملية الحرب لكي تهيئ لمناخات الحوار السياسي الشامل لحل الأزمة في اليمن. يعني ليس بالضرورة أن تشترط أنه يجب أولا أن توقف الحرب لكي يبدأ الحوار للحل السياسي. يمكن الحل السياسي أن يحدث في إطار استمرار الحرب كما حدث في سوريا مثلا، تحاوروا ووصلوا لم يصلوا إلى حلول. ليبيا شوف، ولهذا نحن الآن يجب أن إذا جلس اليمنيون وجها لوجه من كل الأطراف، وهنا تأتي أهمية الحوار السياسي ليس فقط الاعتماد على حملة السلاح وإنما على حملة
فكر بناء الدولة المدنية ونزع السلاح من كافة القوى المسلحة. بدون ذلك ستجد أن العملية التوافق السياسي صعبة، لكن التوافق السياسي والحل والمفاوضات السياسية إذا ما بدأنا نتعامل مع بعض وجها لوجه ممكن أن تفتح الباب لوقف الحرب. طيب دكتور، كانت كل مع كل فترة تحدث في اليمن كان في هنالك نخب قبلية سياسية، حكماء، مجلس يسموه حكماء، علماء، الآن تكاد أنه تصبح ضاعت كل هذه النخب، ومن يعني من يعبث بالشارع كلها ميليشيات في كل محافظة. يعني هذه النخب ضاعت للأسف الشديد نتيجة للاستقطاب ونتيجة للمال، وأصبحت المصالح تطغى الشخصية والنخبوية تطغى على مصلحة اليمن. على من الرهان إذن؟ نرهن على الشعب اليمني. ما هو الشعب مغلوب على أمره؟ كانوا يدعون أنه مغلوب على أمره، لكنه تحرك. عندما يتحرك الشعب اليمني أعتقد أنه يستطيع أن يفرض على النخب السياسية أن تراعي مصلحة اليمن أولا. طيب دكتور، إذا ما تحدثنا بصراحة ومكاشفة، اليوم هل هذه الحكومة مجدية قادرة تخرج البلد بعد 7 سنوات من هذه الحرب؟ هل فخامة الرئيس أيضا الذي لديه دعم دولي ودخل اليمن في البند السابع، هل أصبح جزء من المشكلة أم هو جزء من الحل في تقارب وجهة النظر فيما إذا طرحت مشاريع لخرج البلد من هذا المستنقع من هذا الصراع؟ الإجابة صعبة على هذا السؤال. طيب، هل المؤتمر الشعبي العام رؤية الآن مستقبلية لحل الصراع في اليمن؟ لا يوجد إجماع على رؤية حتى الآن للأسف، لكن هناك رؤى متعددة داخل المؤتمر الشعبي العام. أهمها أنا أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام يؤمن بأن القوى السياسية التي لا تمتلك الميليشيات مسلحة يجب أن يكون لها صوت، وصوت قوي في أي مفاوضات قادمة. أن المؤتمر الشعبي العام يجب أن يشارك كتنظيم سياسي مستقل في أي مفاوضات. أن المؤتمر الشعبي العام وهو يفاوض، وهذه وجهة نظري، يجب أن لا يكون من خلال هذه المفاوضات ينظر إلى نصيبه من الكعكة، وإنما ينظر إلى نصيبه في إسهام في وقف الحرب وفي إنهاء معاناة اليمن. أن يكون الحل السياسي ضامن لسيادة اليمن ووحدة اليمن وحقوق المواطنة المتساوية. أن تكون هناك شراكة حقيقية بين كافة القوى السياسية لمرحلة زمنية في المستقبل إلى أن تتعزز الثقة بين القوى السياسية. طيب دكتور، هنالك من يرى أنه الملف اليمني معقد لوجود كثير من الطرف الصراع يعني في اليمن، بغض النظر عن ما حدث في سوريا، ربما صراع ما بين معارضة وسلطة في ليبيا، ما بين أيضا معارضة وسلطة في اليمن، في معك أكثر من قطب وأقطاب تحركها يعني دول بعينها. ولهذا الحل يبدأ أولا باتفاق الأطراف التي تحرك على الحل كي يتسهل العملية. أنت كدبلوماسي من خلال تجربتك، هل تعتقد أنه هذه الميليشيات بغض النظر عن مسمياتها سترجع إلى السلام، ستسلم السلاح والملشنة؟ إذا صيغة اتفاقية تضمن للأطراف مصالحهم وحقوقهم، أنا أعتقد أن وأيضا تعالج قضية الآن هذه الميليشيات التي أصبحت واقع لا يمكنك أن تتجاهلها، لكن يمكن أن تعالج أوضاعها حتى تكون جزء من بناء القوات المسلحة الوطنية وفقا للقوانين الخدمة في القوات المسلحة والأمن. يعني هناك حلول، بلاد كثيرة مرت بهذه التجارب، ويمكن أن نستفيد من تجارب البلدان في الصراعات التي كانت الميليشيات تلعب دور رئيسي فيها. هل تعتقد أن استمرار الحرب لن يفضي إلى سلام؟ لا، يجب أن يأتي السلام في النهاية. المهم هل سنستطيع أن نختصر المسافة للوصول إلى السلام؟ من يتحمل المسؤولية في الأخير دكتور؟ نتحملها أولا نحن كيمنيين، يجب أن لا نحاول أن نلوم أو نتهم الآخرين. إذا كانت نوايانا نحن أن ننقذ اليمن، فالمطلوب منا أن في إنقاذ اليمن أن نقدم التنازلات لبعضنا البعض، وأن نعرف أن نحمي مصالحنا، لكن أيضا نحمي مصالح الآخرين. لا يمكنك أن يعني حتى الذي ربما لو افترضنا أن هناك طرف يستطيع أن يصل إلى السلطة بالسلاح، لن يدوم استمراره في السلطة، لأنه لن يلقى القبول لدى الشعب اليمني. ولهذا من مصلحته ومصلحتنا جميعا أن يؤسس السلام
على توافق سياسي وسلام اجتماعي وبناء دولة بمؤسساتها التي تحمي مصالح الجميع. رسالة أخيرة يوجهها الدكتور أبو بكر القربي كسياسي وعلى المستوى العام والمستوى الخاص للمؤتمر الشعبي العام في هذه الذكرى وعلى المستوى الشعبي أو لأبناء الشعب اليمني خصوصا ولأطراف الصراع عامة. للمؤتمر الشعبي العام أولا أريدهم دائما أن يتذكروا ثوابت المؤتمر الشعبي العام المتمثلة بميثاق الوطني، المتمثلة بتمسك المؤتمر الشعبي العام بأهداف الثورة سبتمبر، وهذا أيضا من القضايا المهمة جدا أن المؤتمر الشعبي العام يجب أن يظهر دائما أن له دور على الأرض سياسيا وجماهيريا. هذه قوة المؤتمر الشعبي العام. يجب دائما أيضا أن نتذكر فكر الأسلوب الذي نشأ عليه المؤتمر الشعبي العام، وهو فكر الحوار والبناء فكر يمني بحت، لم يستورد شيء منه من الخارج، ومنطلقا من واقع التجربة اليمنية في الصراع وفي السلام. بالنسبة للقوى السياسية الأخرى، أنا أعتقد أنه آن الأوان لكي نتخلص من ما يدمر الآن اليمن بالإضافة إلى الحرب، وهي الأحقاد والمصالح الشخصية. الآن عندما تنظر إلى وسائل الإعلام المختلفة تجد فيها التركيز على التحريض والإساءة بكافة أشكالها، وهذه لا تسهم في إنقاذ اليمن، هذه تزيد من الدمار والحرب. وكما قال يستحضرني هنا قول مانديلا، نيلسون مانديلا، عندما قال لا يمكن إعادة بناء الدول على الأحقاد والانتقام. أشكر الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية الأسبق الأمن العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، كنت معي في هذا اللقاء الخاص، شكرا جزيلا لك. وشكرا لك على هذه الفرصة. والشكر موصول لكم أينما كنتم، وإلى لقاء آخر. دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.